متابعي وكالة العقارية تيسير، مرحبا بكم مجددا على قناتكم الوكالة العقارية تيسير والعروض متواصلة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وعواشركم مبروكة. اليوم جبنا لكم عرض جديد ديال هاد الأرض المحفظة اللي كتبان أمامكم، المساحة ديالها 2 هكتارات تيتري، هي اللي مسيجة بهاد مزربة بهاد الزرب، لاكلوتير ديالها 2 هكتارات مزربة أمامكم متابع كما كتشاهدوا. هي هذه اللي جات أمامكم، راه جات كلوتوري في هاد لاكلوتير 2 هكتار في إقليم الحاجب، النواحي ديال أكوراي، تقريبا بعيد على أكوراي ب 10 كيلومتر، وداخلة على الكودرون تقريبا ب2 كيلومتر، تشوفنا مزيانة. هي هذه الأرض المحفظة 2 هكتارات لعرض متميز كما كتشاهدوا، هو لا كلوتور كاينة في لو فون ديالها، كاين تماك ومشات. 2 هكتارات محفظة بالنسبة للناس عشاق الطبيعة والسكون والكالم، والناس اللي باغي يديروا شي مشروع فلاحي مثلا، أي مشروع فلاحي يستقف هذه المنطقة، لأن منطقة معروفة بوفرة المياه الجوفية ولله الحمد. إذا متابعي الوكالة العقارية تيسير، جبنا لكم عرض بواحد الثمن جد مشجع، 2 هكتار 2 هكتارات محفظة اقليم الحاجب النواحي ديال اكوراي، واحد الثمن جد مناسب كما كتشاهدوا الارض امامكم. هي هذه متابعينا الكرام، ففرصه ممتازه جدا. بالنسبه للكودرون داخله ب2 كيلومتر، تشوفنا مزيانه على الكودرون، وكاين حتى الكهرباء قريب لها. اذا متابعي وكالة العقارية تيسير، جبنا لكم هذا العرض ممتاز جدا، الارض كامله كتباع ب50 مليون سنتيم، وقابل للتفاوض مع المشترين الجادين. هي هذه الاكتار، يعني 50 مليون 2 هكتارات ب 50 مليون، ثمن جد مناسب. فشهر رمضان شهر العروض والخيرات يا متابعينا الكرام، هذا العرض ممتاز جدا. ف 2 هكتارات داخلين على القدرون ب2 كيلومتر، شفنا والنواحي ديال اكوراي اقليم الحاجب. فمرحبا بكم متابعينا، اللي بغى يزور هذا العقار يتواصل مع الوكاله العقاريه تيسير 0676 98 84. ومرحبا بكم متابعينا الكرام، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديال العروض العقاريه المتنوعه والممتازه جدا. اذا الى عرض عقاري جديد بحول الله، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.